بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. ما شاء الله، الحجامة سنة نبوية، وكثير الناس ولاو تيتعلموها، وبغينا نوقفوا على عناصر أساسية. أولا، الحجامة تجي تتفرغ كثير من المشاكل اللي كاينه في القنوات الدمويه، وبالخصوص في الشعيرات الاخيره اللي تكون في الطبقات الجلديه. ولقينا راسنا على انه هذا النوع من الشعيرات ما تاثروش بواحد الشكل اللي ممكن تخلعوا. علاش الناس ياخذوا سانترون او تياخذوا دي زاسبيجيك او تياخذوا دي برودوي اللي تيدوروا اللي تجري الدم، وممكن تيخافوا الناس يديروا حجامه؟ تنقول لهم ما تخافوش، لان تنشتغلوا فقط على الطبقات الخارجيه من جهه. من جهه ثانيه، لقينا راسنا انه الحجامه تدخل القنوات الدمويه، بالخصوص مني تلقاو فيها دي بوشون، دونك تيكون الدم تيتكور وتيتخبع، او الدم تيتراكم، او الدم تيبدا تيضعف القنوات الدمويه. ولقينا راسنا على انه تبدا تنفرغوا القنوات الشعيرات الاخيره ديال الدوره الدمويه، ولقينا راسنا ملي تنفرغوهم تنحروا الدوره الدمويه، وتنخليو الدم تيوصل الى كثير من المناطق اللي حنا تنقولوا علاش عندنا العيا في الراس، علاش عندنا الشقيقه، علاش عندنا، حيت يا با لوكسيجيناسيون. وبالنسبه كثير من الحالات ديال لاختروز او ديال ليغني او ديال مشاكل ديال لو كانال كاربيا او التهابات ديال المفاصل، ملي اشتغلنا على الحجامه لقينا الدم اللي كان محبوس باش يدوز لهذه المناطق هذه، ملي حررناه وحيدنا الحواجز وحيدنا كل حاجه اللي تتمنع باش الدم يوصل لكثير من هذه المناطق، الدم بدا تيتدفق بشكل صحيح، تنسميه بلا ريريغاسيون. الدم تبدا تيسقي من جده وجديد داك المناطق. ما معنى الكلام؟ يعني الدم تيحبس ما تيبقاش يوصل لهذ المناطق، تنحسوا على داك المناطق فيها التعب والعياء. ولكن من الدم مي تنحيدوا الحواجز عن طريق الحجامه، لقينا الدم تيتدفق من جده وجديد. ما معنى من جده وجديد؟ اون بون اوكسيجيناسيون. لقينا على انه الدم داك البلاصه ولات تتغذى بشكل صحيح، حيت القنوات الدمويه تيوصلوا لنا التغذيه الى كل نقاط من نقاط الجسم. لقينا راسنا على انه الاوامر ديال الدماغ والاوامر اللي خصها توصل لكل جزء من الجسم تتوصل، فالجسم تيتفاعل. كذلك الجانب الهرموني، كثير الناس ملي كان عندهم مشكل في الجهاز التناسلي رجل او امراه، او مشكل على صعيد هذه المنطقه هذه، لقينا الجانب الهرموني ما تيشتغلش بشكل صحيح. ملي درنا الحجامه الدم تدفق بشكل صحيح، وذاك المناطق تجاوبات، اما مشكل ديال ليبوفيز مشاكل النشاط الهرموني، او المشاكل ديال الدوره الدمويه عند النساء، وتحررت الدوره الدمويه من كثير من ذاك القيود والعياءات والخنق. كذلك لقينا راسنا كثير من الحالات ديال الكلى، كثير من الحالات ديال العمود الفقري في الروماتيزم، كثير من الحالات اللي عندها علاقه مع لو بروبليم ديال لو سيندروم دو كانال كاربيان، مي تنحجموا في هذه الاماكن. لقينا راسنا على اننا ممكن نحققوا دوره دمويه نشطه، اون بون اوكسيجيناسيون، تواصل هرموني، تواصل عصبي، تواصل في التغذيه، والجسم تلقى الراحه ديالو بشكل متميز. لاحظنا اذا ان الحجامه تخص الدار، ولكن هذا العضو هو القنوات الدمويه، ثم الجسم ديالنا اللي هو بغينا نحقوا فيه العلاج باش نقدروا نحصلوا على النتيجه الجيده. لاحظنا انه الحجامه خصها تتم بشروط، فما يمكنش واحد عنده فقر الدم واخا هو واحد كيف يقوي الدوره الدمويه وينشطها وغادي نديروا له حجامه، فلا بد ان نحترموا هذا الجانب. ليس فقط المشكل ديال الكريات الحمراء اللي تيكونوا ناقصين، والصعيب انه يجددهم، فخصنا نشوفوا كل العناصر لتجديد عمليات الدم الكريات الحمراء باش يخرج من فقر الدم. اذا ما يمكنش ندير له حجامه، كذلك خصنا ننتبهوا حتى للبلاكيت الصفائح. تما تلقى الناس عندهم نزله، خصوصا كانت نازله بواحد الشكل كبير هو اقل من 100 قل 100,000، انه تنمنعوا الحجامه. اذا حتى كانت نازله حتى ب 10% اقل من 150,000، اذا خصنا لابد نحضيو ما نديرولوش حجامه، لانه لي بلاكيت تلقاو راسنا على انه كاين مشكل في اعاده بنائهم، ولقاوهم في الدوره ديالهم بشكل صحيح. اذا خصنا ننتبهوا ديما للتحاليل. ثانيا، لقينا راسنا على انه الناس يكون عندهم مشاكل ديال الحساسيه،
ولكن الحساسيه خصنا نشوفوا واش حساسيه ترانسميسيب تتعادي ولا حساسيه ما تتعاديش بحال مجموعه من الاكزيمات. اذا فتنصحوا الناس ملي تيديروا حجامه ملي تيكونوا تيحترموا الشروط المطلوبه يستعملوا كؤوس غير يستعملهم يكملهم يلوحهم ياك، ومن الافضل يتهرسوا وعادي داروا مع شويه ديال بعض المواد بحال المرجان ونحاولوا نلوحوهم في ميكات مقفولين ونلوحوهم في اماكن معلومه باش ما نلوثوش البيئه وما نخليوش حدا اخر يقيسهم، بخصوص اذا كانت بحال كاين الناس اللي عندهم السل، كاين الناس اللي عندهم الله يحفظ امراض جلديه معديه، كاين اللي عندهم مشاكل ديال السيده الله يحفظ، وحنا ما تنصحوش بالحجامه باش ما يكونش باش ما نعاديوش، لان الحل كافي ولكن كاين شي حد تيديروا الحجامه فياخذوا الاحتياطات اللازمه والكيسان يتلاحوا. كاين عندهم سرطانات غير معديه، فقط انه الانسان يتبرم السرطان كل حجامه خصو يبدل الكيسان ديالو، كل حجامه يبدل الكيسان ديالو في امان الله. كاين حقا سرطانات ما تنصحوش بالحجامه بحال الكبد، هنا كاين مشاكل ولكن مجموعه من سرطانات اخرى الناس يلوحوا الكيسان. لاحظنا واكدنا الشيء التالي، المراه مادام حامل ممنوع الحجامه. علاش ممنوع الحجامه؟ لان جسمها محتاج الى قوه كثير جدا، وعندها مولود صغير اللي خصها تهتم باهتمام، فهذا الجهد كله خصها توفروا للمولود. لاحظتوا انه عمليه الحجامه يمكن لها الدار كل 30 يوم بخصوص في الحالات المرضيه، ولكن في الاستعجالات حنا واخا 12 الليل واخا درتي غير البارح انسان تلوت له رجلو او قلوة حكا معينه تنديروا حجامه، خصوص كاينين الناس اللي عندهم ديزونتونس مالي الكره او كان في ماتش مهم وتلوت له تلوت له الركبه ديالو او شيء، في الحين تنديروا الحجامه لان القدره على طرد ذاك الليماتوم او ذاك الدم اللي تجمع في المكان تنطردوه وتنشطوا الدوره الدمويه وتنعاودوا نطرقوا انطلاقه اخرى في العمل. كاينين الناس اللي تيديروا الحجامه كل اسبوع، وممكن جوج مرات في الاسبوع، خمسه سبعه تسعه المرات. نصيحه ديال بعض الناس اللي تيحجموا تنقول هادو تيلعبوا، حيت الناس عن طريق بهذه الوتيره المتسارعه التي تديرها كل اسبوع مده خمس اسابيع متبعه تصابوا بفقر الدم وبعياءات والكبد ياكل العصا. علاش؟ حيت كلفنا اكثر من اللازم. بالعكس خصنا منين نديروا عمليه الحجامه نعرفوا كيف الجسم عنده قدره على البناء، واول شيء تنهتموا به بعد عمليه الحجامه هو قدره الجسم انه يطلع لي دم جديد ودم قوي متميز. مزيان؟ اذا فاللعب بدون قواعد عمل والناس ملي تنعطيهم فرصه تبداو يتصرفوا من راسهم ظهر لي حرام عليكم، حيت تمحنوا المريض وما تعطيوش فرصه فين انه يتقوى. حنا بغينا الحجامه لرفع المناعه وطرد الامراض، اما من الناس تيديروا حجامه من بعد الحمل شهرين ثلاث شهور او في السنه ديال 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 السنه الاولى من بعد الكشبه، او الناس اللي عندهم فقر الدم عندهم لي بلاكيت نازلين وتديهم حجامه، ده اللي تنعتبر هذا ما كاينش مسؤوليه علميه ولا مسؤوليه انسانيه ولا مسؤوليه اخلاقيه. فلا بد نحترموا التحاليل ونشوفوها، نحترموا الانسان والقدره على جسمه بالبناء، وحنا ما زربانينش. مزيان؟ اسلوب الحجامه تنقيه مرحبا، تنشيط المناعه مرحبا، ضبط الالتهابات مرحبا، القدره على انشاء قنوات شعيرات جديدة على المكان باش الدم يدفق دم جديد وقوي مرحبا. أما بدنا نستعملوا أساليب غير مبرمجة بدون بمقاييس غير مضبوطة هذا أعتبره مشكل. فبالأحرى الناس اللي عندهم فقر الدم أعتذر، قول لهم حجر ما يديروها من بعد حتى يتقواوا، واخا يتعلموا يشربوا كاس اللبن من بعد كل وجبة غداء أو وجبة عشاء أو وجبة إفطار، هذه كلها تتهرس كل مشاكل في الامعاء والامتصاص يكون اقوى. حيدوا الخميره الروميه، بدا تستعملوا الخميره البلديه وزيدوا النفع والسانوش في الخبز وغتلقاو راسكم انه فقر الدم تيتعالج بشكل غريب. قويلب ديال الثوم تيساعد عمليه الامتصاص، المعدنوس في الاكل 50 غرام حتى 100 غرام تيسهل هذه الامور. عالجوا فقر الدم وديروا حجامه ما عندناش مشكل، اما نديروها حيت خصنا نديروها ولا بد نديروها بلا مقاييس ظهر لي ما خصنا نفكروا الدوافع اللي هو العلاج والوقايه والنتيجه اللي هو النجاح ونخرجوا من الامراض والاحياء النبويه بشكل مضبوط. غادي نحبوا النبي عليه الصلاه والسلام ويفتخر بنا عليه الصلاه والسلام.